اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غنتكلموا على واحد اللجنه كيتكلموا عليها دابا كلشي الجامع في المغرب، اللجنه الوطنيه لمراقبه حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي. هو انا، هو انتما، هو الجميع، هو الشعب. احنا اللي كنشوفوا دابا شنو وقع هي هاد اللجنه الوطنيه لمراقبه حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي بغيت تكذب. واحد التحقيقات عملتهم ديك المنظمه الدوليه امنيستي وديك اللابوراتوار اللي كنا هضرنا عليه هو ديك سيتيزن لايب. طبعا هاد امنيستي، هاد سيتيزن لايب قالت لك ديك البرنامج ديال التجسس الاسرائيلي كيستعمل من طرف المخابرات المغربيه باش كيسجلوا عباد الله دول فرنسا، الجزائر، حتى ايطاليا، حنا غنتكلموا عليها دابا واحد شويه، في بلجيك، في اسبانيا. دونك هاد اللجنه جات باش غتكذب هاد التحقيقات. دابا حنا في فبراير ديال 2023 جات هاد اللجنه قالت لك حنا غادي نتكلموا على هادشي اللي وقع، هاد بيكاسوس تيكوجي. واخا ديك الرئيس ديالها عمر السرغوشني، عقلو اسمي ديالو عمر السرغوشني، جا وقال وعطا شي تصريحات، قال لك حنا هادشي ديال امنيستي وهادشي اللي كتقول هاد سيتيزن لاب ما باغي يقول لكم ما كنتيقوش بهم. باغا تسالو علاش هاد اللجنه اللي ما عمرنا كنا سمعنا بها، وحنا كنا كنعرفوها، ولكن المواطن العادي ما مسمع بهاد اللجنه الوطنيه لمراقبه حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي. دابا علاش دابا فبراير 2023؟ انا كيبان لي هادوك اللي كيستعملوا، باش كيبان لي انا متقن، هادوك اللي كيتصنتوا التليفون ديال عباد الله، جوج منهم ديالي، التليفون ديالي المغربي والتليفون ديالي الاسباني، حنا ما كنهمهمش، كيجي كيتصنت لك كاين مشكل عنده زيد نقص. المشكل اللي عنده هو، هما ملي كانوا خرجوا ديك التحقيقات اش كيقولوا هذا بيجاسوس، هذا المخابرات المغربيه، تصنتوا حتى على الملك، التليفون الملك، هادشي اللي تكتب. لقينا شي تليفونات اللي راح ضباط ديال الجيش، ولقينا تليفونات عاود ديال واحد قضاة. كيفاش هاد الناس خي يكونوا مخابرات وخي يكونوا اللي كان كيتصنتوا القضاة في ديك الغرفة ديال المداولات؟ عقلتوا القضية ديال الناصيري، ديك واحدة رئيسة في واحد الغرفة في محكمة النقد كتكلم مع واحد القاضي كيقول لها غنحمر لك وجهك، عقلتوا ياك؟ شكون اللي سجل هاد السيدة الناصيري؟ وما دخلت في ديك الوقت للجنة، الجنة كخصها تدخل في ديك الوقت تقول لك اشنو وقع هنا؟ علاش تنصل واحد القضية؟ علاش تنصل واحد القضاة وهما في الغرفة ديال المداولة؟ ودابا شنو هي هاد اللجنة؟ هاد اللجنة كانت تأسست في 2009، فيها سبعة الأعضاء، فيها الرئيس اللي كيعينو الملك، فيها جوج الأعضاء كيعينهم الوزير الأول في ديك الوقت، جوج الأعضاء كيعينهم رئيس ديال مجلس النواب، وجوج ديال الأعضاء كيعينهم رئيس مجلس المستشارين. دونك غتقولوا لي فين هي استقلالية؟ ما كاين استقلالية، الرئيس كيعينو الملك، الآخرين الوزير الأول في ديك الوقت، الوزير الأول دابا رئيس الحكومة، البرلمان، وديك مجلس ديال المستشارين. ولا غيقول لي شي واحد واه كاين شي دول حتى هما كيعينوهم من البرلمان، ولكن ديك الدول هذوك ماشي بحال المغرب. المغرب ماشي دولة ديمقراطية، كاين واحد الفرق كبير. دونك هاد اللجنة هادي ما عندها حتى شي استقلالية. دونك ملي حنا جبنا هاد الخبر هادشي بأن هاد اللجنة غتعمل واحد التحقيقات وعرضت شي ناس، أنا لقيت واحد التويت ديال عمر السرغوشني، عقلو هاد السمية عمر السرغوشني، كيقول فيه على هذا القول قال، هذا قال وهذا ما قالش، هذا هو كيقول لك، كتبها في واحد التويت ديال عمر السرغوشني رئيس ديال سي ان دي بي، هذيك اللجنه وزيد. دونك هذا عمر السرغوشني عاود قال لك واحد الخبراء
باش يحيد ديك القول قاله. سي سغوشني علاش دابا؟ علاش في فبراير 2023 جبتي انت هذيك اللي كتسميهم انت خبراء؟ شكون هما الخبراء؟ جاب واحد جوج محامين امريكيين وجاب واحد السيد سميتو سميتو قدمه هو خبير في ديك هادشي اللي كيقولوه هما في ديك الامن الالكتروني ولا كيتسمى ولا الامن السيبراني سميتو جوناثان سكوت. عقلوا على هاد السميه جوناثان سكوت. قال لك طالب في الدكتوراه واحد الجامعه امريكيه هو خبير هاد جوناثان سكوت. دونك نزلنا نسالو علاش دابا دابا هاد اللجنه الوطنيه لمراقبه هاد سي ان الاسم ديالها طويل عرضت هاد الناس. هو قال لك سغوشني قال لك حنا متبعين هاد القضيه بيغاسوس من عام 2021. عقلو عام 2021 ولكن السي سغوشني فوقاس امنيستي انترناسيونال جات وقالت الهاتف ياك النقال ديال الصحفي عمر غادي مصاب ببرنامج تجسس الاسرائيلي بيغاسوس فوقاش السي سغوشني في 2019 ماشي في 2021 دونك عامين قبل ما نتوما تبداو تهتموا بهذه القضيه. ثم بديتو كتهتموا بهذه القضيه هادشي اللي كتقول دابا انت في 2021 حتى 2023 عاد فقتو عاد عرضتو ديك الناس. ثانيا السي سغوشني في 2019 نعطيك انا كاع ديك الرساله فوقاش توصلتي بها ولا فوقاش تكتبت واحد الرساله تكتبت نهار 14 نوفمبر 2019 فيها 8 الاشخاص واحد منهم هو الصحفي ابو بكر الجمعي الاخر هو ديك المناضل الحقوقي فؤاد عبد المملي واشخاص اخرين نعطيكم انا السميات ديالكم ديالهم كتبوا لك كتبوا لعمر السغوشني كتابه كتبوا له قالوا له السي سغوشني حنا توصلنا واحد الميساج في التليفون ديالنا في واتساب كتقولنا الشركه فيسبوك في ديك الوقت هي اللي كانت شريت واتساب هي دابا سميتها ميتا قالت لهم من الاشخاص هما كاين بزاف كتبوا له قالوا له السي سغوشني حنا كتبت لنا واتساب شركه واتساب قالت لنا التليفون ديالكم دخل فيه واحد البرنامج ديال التجسس سميتو بيغاسوس دونك هما كتبوا لك كتبوا لك في نوفمبر ديال 2019 قالوا لك هاللي وقع هاللي وقع هاللي وقع وشنو وقع ما جاوبتيهمش ما جاوبتيهمش كتابه بغيتي تجاوبو. وديك النهار ذكرها فؤاد عبد المملي هو فؤاد عبد المملي وبكر الجامعي وحسن النجاح ديال العدل والاحسان حتى هو مدخل في هادشي هو ضحيه ديال هاد بيغاسوس. قال مشى عندك انت عمر سغوشني الرئيس ديال هاد اللجنه وقال لك علاش ما جاوبتيناش وجاوبتيه انت شفويا بغيتيش تجاوب كتابه ما بغيتيش علاش بغيتيش تجاوب. قلت له عدم الاختصاص في هاد الموضوع. وعلاش دابا في 2023 وليتي انت مختص في هاد القضيه؟ انا عندي واحد الجواب علاش ما بغيتيش تجاوبهم كتابه. اولا كنتي كتسنى التعليمات ما عندك تعليمات ما كتحركش هذه واحد اللجنه الرئيس ديالها كيعينو الملك وفيها سته الاعضاء جوج كيعينهم الوزير الاول رئيس الحكومه جوج كيعينهم رئيس ديال المجلس المستشارين جوج كيعينهم رئيس مجلس النواب. دونك كنتي كتسنى التعليمات تعليمات هذا ولا هذا ولا هذا ثانيا بديتي كتحقق دابا علاش علاش في البرلمان الاوروبي عندنا واحد لا كوميسيون واحد اللجنه واحد اللجنه هي حقيقيه هذه اللجنه باش هي اللجنه ديالكم ديال التحقيق وخرجوا واحد القرار هذه واحد فبراير ديال 2023 دابا لا خرجوا قرارات بحق خرجوا هذا المهم قال لك حنا كنشكوا في المخابرات المغربيه بانها نجست 14 ديال الوزراء ديال ماكرون 14 ديال الوزراء فرنسيين ديال حكومة ايمانويل ماكرون. وثانيا قلت في ديك القرار عاود قلت لك واحد رئيس الحكومة الايطالي سابق اسبق رومانو برودي حتى هو
المخابرات المغربية جسوا له الهاتف ديالو. ملي بداو كيكثر عليكم هادشي عاد المغرب فاق شي واحد الفوق قال له حنا عندنا واحد اللجنه تما ميته سميتها هذيك اللجنه مراقبات وجقلاله ونجيو نستعملوها باش نقولوا حنا ما عندنا والو في هادشي. انا قلت لكم المخابرات المغربيه ما يقدروش يقولوا حنا جسنا شي واحد ديك الدول الاخرين بحال الهند بحال هنغاريا وشي حاجه ساكتين كيقولوا والو شي واحدين اعترفوا. اما المغرب ما يقدرش. كيفاش غادي يقدر؟ كيفاش تقدر مخابرات المغرب تقول لك نعم اسيدي حنا جسنا على الملك تليفون الملك وحنا في المغرب حنا في دوله بوليسيه حنا جسنا واحد التليفونات ديال واحد الضباط ديال الجيش. كيفاش المدنيين كيتجس على الضباط وفعلا السانكيام بيرو ولا كاتريام بيرو ولا الفانتيام بيرو ولا يجي يقول لك حنا سيدي جسنا على شي قضاة كانوا ديك الغرفة ديال المداولة ولا المداولات وعلى باش كنتسنتو كنشوفو شنو غادي يعملو. شوف لك شي حاجة كنمشيو كنقولو شنو غتحكمو صالح هاد الصحافي ولا صحيح هاد لا 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 لا, لا. دونك هما حيو هاد اللجنة باش يدوخو على عباد الله. دونك باش غيدوخو على عباد الله جابو واحد ثلاثة الأشخاص بين شي ناس أخرين ثلاثة هادو اللي عملوا بهم الدعاية. جابو واحد جوج المحامين أمريكيين شمن علاقة عندهم هما بهاد الأمن الإلكتروني ولا السيبراني ما عرفناش. واحد قال لك لا هو كيعرف هادشي لا أنت محامي انا بغيت خبير كيعرف شنو هادشي هذا معروف دوليا فين هو. جابوا واحد جوج محاميين خلصوا لهم السفر كدار لي في بروميير كلاس اوتيل في طنجه جابوا من طنجه تيقول لك لا لا هاد القضيه هادي تمشي لامريكا لا لا ما كاين حتى شي حاجه لا لا هذا اللي هضر لي انا كنقول لك انت خبير واش شرح لي انا باغي نفهم. انا بحال المواطنين كاملين عاديين باغي نفهم كيفاش هاد الناس تسنتوا ليا باسكو انا كنقول المخابرات المغربيه تسنتوا لينا بيجاسوس باركم ديك التخربيق ديال لا ما تسنتوش هادشي شي كذوب اتسنتوا. ثانيا جاب واحد طالب ديال الدكتوره جوناثان سكوت قال لك هذا خبير في الامن السيبراني. انا ملي سمعت الاسم ديال هاد جوناثان سكوت ماشي المحامين دابا هذيك غير السينما هذيك بحال الشلاضة وصافي هذاك لا جوناثان جابوه. مشيت كنقلب انا على جوناثان سكوت شكون هذا الخبير باش كتجيبو هاد اللجنة الوطنية ديال الصغوشني. ايوا الاخوان سهلة انا كنقول لكم وكنعاود لكم بزاف المرات ما تيقوش بيا مشيو قلبو نتوما وانا كنت كنقلب بعدا هنا في اسبانيا شنو لقيت هذا جوناثان سكوت هذا اللي كتقول لنا هذه اللجنه ديال ساغوشني هذا واحد الخبير عظيم وكيفهم اللي هو جا مع ديك المحامين باش يقول لا ما كاين لا بيغاسوس لا والو هادشي غير تخربيق هادشي هذا انا الناس كيكذبوا صافي هادشي المغرب ما عندوش بيغاسوس سي ما كاينش هادشي ديال امنيستي انترناسيونال هاد سيتيزن ليف هادشي ما كاينش منه. هاد جوناثان هادشي اللي كيقول دابا في المغرب قالوا العام اللي فات فين باش يبعد من المغرب في كاتالونيا ملي امنيستي وسيتيزن لاب اللي دابا هو كيهاجم عليهم قتلك قالوا بان المخابرات شي مخابرات شكوهما في المخابرات الاسبانيه كانت كتصنت على هذيك الكاتالانيين سموها واحد الفضيحه ديال الكاتالان جيت. هاد جوناثان سكوت نقز وعمل واحد الرابور بحال هاد الكتاب هذا اللي عمل دابا على المغرب كاع باسمه اكزونيريتينغ موروكو كتب واحد الكتاب واحد باش يكتب واحد الرابور واحد التحقيق قال لك هو كيقول هادشي ما كاينش منه. داكشي اللي كان كيقول العام اللي فات في كاتالونيا كيقولوا دابا في المغرب. هاد الخبير واش نوقع جوناثان مسكين ناض الحكومه الاسبانيه ناض المخابرات الاسبانيه قال لك لا 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 حنا تصنتنا هذيك الناس حنا استعملنا بيغاسوس
تصنتنا الكاتالانيين. شنو قال جوناثان سكوت؟ سكوت وعلق مشى بحالو بقاش كيهضر. انا كنتسائل كيفاش المغاربه ما سولوش شكون هاد جوناثان قبل ما يجيبوه لينا. ثانيا انا قلت لكم اولا ديك كاتالان جيت قال لك هو بيغاسوس ما كايناش في اسبانيا ونط الحكومه الاسبانيه قالت له حنا ماشي ليه قالت لهم حنا سيدي كنعترفوا استعملنا بيغاسوس. هذه قتلاتو في اسبانيا قتلاتو صافي وقتلاتو كاع في ديك العالم ديال ديالهم ديال قلت لكم ديال الامن الالكتروني. ثانيا شنو وقع؟ شي ناس ملي شافوا هاد السيد هذا ولا غير كيخربق وشحال هادي هو غير كيخربق دابا ولا خطير دابا ولا كيدخل هادشي ديال الدول الناس ديالو الناس ديال لا كوميونيتي ديالو ديال هاد قلت لكم هاد الامن الالكتروني السبراني ولا ما عرف شنو كيسميوه. كتبوا للجامعه ديالو الجامعه ديالو سميتها ساونثرد ولا سميتها سوترن سنترال كيظهر لي في اريزونا جات الجامعه ديال اللي كيعمل فيها الدكتوراه جوناثان سكوت. كتبوا له عطاهم المعطيات عطاهم كل شيء الجامعه عيطت له قالت له شنو هادشي شنو تخربق. هذه جامعه هذه جامعه مختصه في هادشي ديال هاد السيبر سيكوريتي هاد الامن الالكتروني وهادشي كل شيء. يومين ثلاث ايام جاو عليه الجامعه ديال هاد السيد هذا اللي كيقول لنا هذا عمر الصغوشني هذا خبير جرات على جوناثان سكوت من الجامعه قالت له جمع القش ديالك وسير بحالك. وثالثا المجتمع العلمي كاع ديك لا كوميونيتي سيونتيفيك وديك المجتمع كاع العلمي ديال هذا العالم ديال الامن السيبراني كامل 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 ضد هذا جوناثان كامل كيقول هذا السيد هذا نصاب كامل كيقول هذا السيد هذا سيبر شارلاتون. انا ملي كتبت على هذا الموضوع بداو كيجوني الميساجات ولي زيميل وعيطوا لي شي ناس قال لي كيفاش فين هذا جوناثان هذا جوناثان عندكم تما في المغرب. قلت له انا كيظهر لي انا سمعت غير غادي يمشي للمغرب. هذا كان جوناثان ها ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ستة والعالم كامل ديك المجتمع العلمي ديالو ديالو الناس ديالو كيقول لك هاد السيد هذا نصاب غير كيخربق كيخربق. وهاد السيد هذا فيوط هاد الصغوصني يمشي يجيب لنا خبراء المعقول يجيبو منين هاد الصح يتكلموا معاهم الناس يسولهم جاب لينا واحد نصاب. هذا عمر الصغشني ديال هاد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نزيدكم عاود كتعرفوا نتوما واحد السيدة سميتها إيرينا تسوكرمان هذه واحد السيدة كتضامن هذه واحد السيدة كتقول هي راسها كتقول هي صهيونية وكتضامن غير مع هذيك الأنظمة الديكتاتورية فين ما كانت في المغرب في العربية السعودية فين ما كان كتضامن معاهم. هذا كانت عملت معها استجواب يقول لك ما كاين لا بيغاسوس لا والو تخربيق الناس ما عندهم حجه. هاد السيد هذا جوناثان سكوت اللي جرات عليه الجامعه ديالو الجامعه ديالو في اريزونا جرات عليه قالت له جمع القش ديالك وسير بحالك في يومين ثلاث ايام. وكاين حاجه اخرى هو هاد التحقيقات اللي كتعمل هاد اللجنه علاش ما صورتهمش عملتهم في طنجه علاش ما دخلتي واحد الكاميرا ويتصنت العالم كامل هذا العالم هذا الكوميونيتي ديال السيبر سيكوريتي ديال الامن الالكتروني والسيبراني وهادشي كلشي يتصنتوا يشوفوا لو ما عملوا ابواب مغلوقه بيناتهم. هنا جنا كنعيط خبراء حق نتصنت لهم غير انا لا خاصكم تحلوا البيبان وانتم عيطوا للصحفيين حلوا البيبان صوروا داكشي باش الخبراء الصح يقدر يكونوا شي خبراء متفقين مع جوناثان يشوفوا هذا الشيء اللي كيقول هذا السيد هذا ويقدروا يجاوبوا. لا بيناتهم وعاود حاجه اخرى حتى وقعت واحد الضجه تبداو الناس كيقولوا كيفاش نتوما كتعرضوا هذا النصاب وما كتعرضوش الناس ديال امنيستي وديال سيتيزن لاب. عاد عمر الصغوشتي قال لك لا واخا حنا غادي نعرضوهم. عرفتيهم ولا ما عرفتيهمش؟ علاش عرفتيهم دابا؟ حتى الناس بداو كيقولوا اللهم هذا منكر كيفاش؟ عرضوا الناس ديال سيتيزن لاب، انتوما كتقولوا هاد الناس كيكذبوا، عرضوا الناس ديال امنيستي انترناسيونال كتقولوا هاد الناس هذا كيكذبوا. لا حتى بديتوا انتوما هذيك الندوه ديالكم ولا ديك التخربيق ديالكم ولا ديك التحقيق ديالكم، عاد كنقول لهم حنا كنعرضوكم. وسيدي عرضوهم وصوروا.
هادشي اللي قالوا لي انا خبراء ديال الصح ديال لا سيبر سيكوريتي، قالوا لي خصنا نعرفوا تصور هادشي هذا ياك، وخصنا نعرفوا اش كيقولوا هاد الناس، بس حنا نقدروا نجاوبوهم. علاش مخبيين في طنجة بيناتهم بين عمر الصغوصني وديك السر الاعضاء وهاد الناس اخرين؟ دونك هانتوما كتشوفوا هادشي تصوب تقد من الفوق، ولا شي فوق اللي كتعرفوا حنا في المغرب ملي كنهضروا على شي واحد الفوق كنبقاو نقولوا فين سقف سطح، لكن يقول لك فوق فوق فين فوق عند سيدي ربي؟ لا لا بزاف سيدي ربي، لا لا فين فوق؟ هادشي تصاوب من الفوق، هادشي الناس اللي كيحكموا، شكون اللي كيحكم؟ شكون اللي كيحكم دابا؟ دابا السيد مشى للكابون صافي خلى لهم البلاد ومشى للكابون، هو بحال الهمة والحموشي وشي وحدين اخرين في ديك البنية السرية هادي خصنا نتكلموا عليها في واحد الفيديو مقبل. دابا حنا اليوم شرحنا لكم شنو هي هاد اللجنة، شنو هاد السيرك ديال هاد اللجنة، شنو هاد الضحكة ديال هاد اللجنة اللي كيضحكوا عليها في العالم كامل. غدا غدا غادي نقول لكم شكون اللي مورا هاد اللجنة، شكون هو هاد عمر الصغوصني، وغتكتشفوا معايا شي حوايج غادي ماشي غادي يخلعوكم، غادي يفاجئوكم. وهو هذا، إلى اللقاء، مع السلامة.